الحج عرفة، ففي اليوم التاسع تذهب إلى عرفة، وأن تقف هذا الموقف العظيم يشهده الله وملائكته ويخبرهم أنه قد غفر لأهل الموقف. هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم. إذن من فعل إلى زمن، واذكروا الله في أيام معدودات، في رمي الجمرات في اليوم الأول في يوم العيد، ترمى الجمرات بعد شروق الشمس بثلث ساعة إلى الزوال، وفي اليوم الثاني ترمي من بعد الزوال إلى غروب الشمس. هكذا كان التعبد وما زال باقيا إلى اليوم.